أخي المزارع، عند رعاية العنب خلال شهر أكتوبر يتوجب الاهتمام بالأمور الزراعية التالية: من المهم إيقاف الري وعمليات مكافحة الأمراض والآفات قبل جمع المحصول، والأصناف متأخرة النضج مثل الروم الأحمر بحوالي 25 يوماً في الأراضي التي تروى بالغمر، إعطاء ري أو ريتين عقب جمع المحصول في أراضي الري بالغمر. يتوجب التصويم بالنسبة لمزارع الدلتا في نهاية الشهر وأوائل نوفمبر بعد إعطاء المزرعة ري قبل الدخول في طور السكون، وذلك لتوفير رطوبة مناسبة بالتربة نظرا لطول فترة التصويم والتي تمتد إلى شهر مارس أو أبريل حسب نوع الصنف المنزرع. بالنسبة للأراضي التي تروى بالتنقيط، يجب إطالة الفترة بين الريات مع الانخفاض في درجات الحرارة، مع ضرورة إعطاء ري غزيرة في نهاية الشهر للمساعدة في غسيل الأملاح. في حالة وجود إصابة بالأكاروسات وعند وصول عددها من 5 إلى 7 أفراد على الورقة، ترش بأحد المبيدات الموصى بها. أما في حالة تكرار الإصابة، فيجب عمل تبادل بين المبيدات المختلفة حتى لا تظهر سلالات مقاومة من الفطريات.